سناب شات ستايل قرية التوت اليوم. ما أدري شو الباروكة الوردية وقلت من زمان ما لبستها، خلصت استهبل فيها شوي. أعرف إن ما عندي القدرة إني أطلع كذي قدام الناس، والله استحي. ما أدري ليش طالع بسناب، يعني سناب عادي، بس إن أطلع قدام الناس بالسوق ولا هذا راسي كذي ما أدري. جربت فاونديشن لوريال الجديد، هاي شكلي غلط ولا لا؟ لا والله جد جربت فاونديشن لوريال الجديد اللي أقول لكم خالص ذاك اليوم، اسمه انفلابل، بس على الصارة صاير وايد والله حبيته، خفيف يتوزع بسرعة. بعد صبغ الأظافر اللي سألتوني عنه هذا مات، اسمه كشمير مات من اسي. تخيل لو شعري وردي كذي، والله أحس حتى عيالي ما يحترموني. أنا رضعتنا اليوم، يلا أبو حمود. Life starts after coffee. جاهزين حق موضوع بغثة؟ بعد شوي. اللي عندها أحد بغثة واللي عنده أحد بغثة خلي يتابع. هو بغثة هو إنسان يغثك ويغثك، ينكد، ينوع شبتك، يخرب. اللي زوجها بغثة الله يعينها، تحط ميك اب ما تحط ميك اب ما يلاحظ، تصبغ شعرها ما تصبغ شعرها ما يهمه، تروحين مستانسة يغث. رده واحد على كل الأسئلة، أنا ريال وأنتي مرة، إحنا غير. حلال علي يسوي كل شيء، حرام عليك كل شيء. وهدين اللي هذا درس السباحة ونكمل معاكم موضوع بغثة. بغثة ممكن يكون زوجك، ممكن يكون أخوك، ممكن يكون زميل معاك بالدوام. بالنسبة حق الشباب بغثة ممكن يكون واحد من ربع، واحد يقعد معه بالديوانية بس ما يواطنه بعيشته. اللي زوجها بغثة الله يعينها، كل شيء حلال عليه وحرام عليها الفقيرة. يعني هو عادي يطلع مع ربعه ويروح ويسافر يستانس، ليتي تطلعين طلعة فقيرة مع رفيجاتك، غثك ونكد عليك. بغثة بعد هوايته يكسر فيك، متمكجة وكاشخة ولا صابغة شعر صبغة جديدة وردة فعله شو مسوي انتي؟ صلت سبحان الله بالمناسبات السعيدة والمهمة، عندك اليوم يوم مميز وسبيشل، لازم يخرب عليك، لازم ينقدك على بغثة. تطبخي لذيك الأكلة اللذيذة الحلوة، طحستي ساعتين بالمطبخ تسوينها، آخر شيء يقول لك والله طبخ أمي أحلى. بغثة مسكين كله مشغول، ما عنده وقت يحك راسه فقير، بس خلي تقول عليه ربعه ينقز خمس دقايق إلا هو عندهم. بغثة ما تطلع منه كلمة حلوة، لسانه يلوط أذانه مع الغرب ومع الناس ومع ربعه، عندك أنتي ما يعرف يتكلم. زين رفقا بالقوارير شوية حنية، امسك ايدي بالأبنيوس خليك شخ قدام رفيجاتي، لا عيب، مرتي أنتي مو شي ثاني. بغثة يتغزل باللي مسوين عمليات تجميل كلهم، وليتي عندك انتي لا، انا احب الجمال الطبيعي، لا تحطين مكياج بعيونك زرق خلقه. بغثة المره الوحيده اللي قرر فيها يطلعك عشاء معه، طول الدرب وطول ما هو قاعد ماسك تليفونه، ايه حبيبي شلونك. بغثة ربع مجرمين حرب واصحاب سوابق، ويقول لك لا هذا الرجال زين تاب، وانتي بس تتعرفين على واحده هذه من بنته، ايش دراني ما تخربك. ما يفرق بين الغشمرة مع بنت ومع ولد، يتعامل معاك كأنك واحد من الشباب، غشمرته بايخة وثقيلة ويقول ايش فيك يا بصدرش موسيع. بغثة عباله بس هو ربعه اللي يفهمون، واحنا كلنا ما نفهم شيء بس لأن احنا حريم. فإلى كل بغثة غاثمرته اخته زميلته ومطلع لها قرون، نحب نقول لك يا حبيبي تأدب تأدب. لا جد احب اوصلك رسالة صغيرة، يوم انت خذيت هالبنية صرت مسؤول عنها، صرت لها أم وأبو وأخو وعون بهالدنيا، لازم تراعي هالأمانة. الرجولة مو أنك تشوف نفسك على بنت الناس وتغثها، خاف الله فيها ولا تغثها، كن لها رجلا لا عليها. وإذا تبي مرتك تصير لك ملاك عيشها بجنة حبيبي، الملائكة ما يعيشون بجحيم. سلامتكم. مهم بغثة موجود في كل مكان وزمان، يمكن حتى ربعه والشباب الديوانية لا يعجبهم منه،
يعني مو بس انت تعانين، الله يعينكم يا جماعة، الله يعينكم. حل صعب يتغير، لكن حاولي، ذكري، حني عليه، وبالكلمة الطيبة بعد كل شيء يصير، والله يعينك. وشاركونا بمعاناتكم مع أبو غثاء، أبو غثاء، على الهاشتاج أبو غثاء في تويتر وإنستغرام. على فكرة من المسجات اكتشفت أنه ماكو أحد كامل، بس في واحدة مسكينة عندها أبو غثاء فول تايم دوام كامل، وفي واحدة مسكينة نص دوام. أرحم أهم شيء واحدة تقول لي نوها حبيبي أبو غثاء، شو سوي فيك؟ نحاشي قبي قبي. Everyone, this is my friend Laura from the US. How are you, Laura? Good? Good. She's one good friend of us. We love you so much. Laura اللي شفتوها حظ ضحايا مغثة مسكينة. قصتها قصة والله. مسكينة صار لها حادث قبل 6 سنين خلاها مقعدة عن الحركة. يمكن لاحظتونها على ويل تشير. كانت وقتها متزوجة. للأسف زوجها تخلى. قعد معاها فترة صغيرة وبعدين تخلى عنها وطلقوا. طبعا أنا كنت موجودة هالفترة أشوفها إيش كثر عانت، وضعها جديد ما تمشي. فوق هذا حست فترة أنها خسرت كل شيء، خسرت قوتها وخسرت حياتها الزوجية، بس ما فقدت الأمل. دشت الجامعة، خذت ماجستير بتخصص البزنس، والحين ما شاء الله عليها تشتغل بالجامعة، وانخطبت لواحد من الدكاترة معاها في الجامعة. لورا عمرها 38 سنة وعرسها الصيف هذا. رب الكعبة بتشيت من الفرحة لما دريت. صدع على نياتكم ترزقون. أنا عندي مو بغتة، أنا عندي بوشيبة. بغاني الشياب ذبحني امام البيت. انا رديت لعيونك، انا رديت قلت خليت مثل بيحن امام البيت. احبك حبي روحي روحي، ما اسولف فيك كريم عبد القادر. إحساس عملاق، الله يعطيك الصحة والعافية طول العمر يا رب. خالد، تحياتنا حق خالد عبد الكريم. الجو ينن اليوم وايد وايد حلو. يحلق على أبو مبرة وحريم بلاكسبرغ تهور قام يسوقون قواري. بس لازم نتعلمها من قصة لورا، الحياة تستمر مهما كانت الظروف سيئة، الحياة تستمر وما توقف على حد. احنا من السعودية، عرفي عن نفسك؟ نوف الغالية والعزيزة إيناس جارتي. مذينها عيالي، مذينها، يناقزون علي. توم يلا تشيز. كان ما ضبطتنا بقهوتها اليوم، عيد زواجها تدلع علينا. انشغلت في ديتش. شيف داش اللاش. يا امي ام سالم، ام سالم العسل. بديت احب رايت المتوي لذيذ. نو استشارات الزوجيه بس هالمره مع بنات بلاكسبرغ. واحده تقول ايش رايكم بالزوج اللي لسانه طويل على طول يسب مرته؟ شنو؟ لا يبان لسانه مو طويل. جد جد اذا لسانه طويل شو تسوين فيه؟ ما قبل التصوير قالت شيء، الحين تنازلت عنه. حبايبه وقص لسان. كان عندها رأي ثاني غير قصة للسان ولعنة الحبايب. شو تسوين أمركان؟ أجلس معه جلسة مصارحة وهو يقول شو عنده وأنا شو عنده، ونحط حد للموضوع. هذا اللي يمد إيده على زوجته. هذا ما له حل. ما له حل. ما له حل. كله ولا العلم في هذا. هذا لو هني بهبلون والدين والدين بأمريكا. اللي مديدة مو رجولة، مو رجولة، بس يعني ايش الاسباب تخليني انا اقول يعني متربي على تربية ان ابوي يمد يد على امه من كذي يشوفه هو. ده زوجها مانعها من السناب وواتساب وانستغرام. طب ليش؟ ايش لا السؤال شلون دازت لي سناب؟ مانعها صح. ايوه انا رايي ان كل شيء بالمعقول صح؟ اي وليش يمنعها يعني؟ ليش تمنعها؟ هذا تواصل يعني اليوم. بالعكس المفروض انه يكون واثق في زوجته ويعطي
بنات تكلمها وتقول أصحاب زوجي يرسلوا له صور مش ولا بد على الواتساب. يقدر. إيش رأيك؟ مرة يعني هذا زوجي يحطهم عند حدهم على فكرة. زوجي يحطهم عند حدهم. يعني لو سمحتوا شباب احترموا نفسكم وزوجتي ترى تنبش بالتليفون. لا ترشون صور. أي والله بس. اليوم كان طويل ومتعب جدا. بس حابة أقول شغلة واحدة. إذا كان عندك شخص بالبيت أو شخص تعرفينه في صفة من صفات بغت. مو معناته ان انسان مو جيد لانه ما في انسان كامل في النهايه. المهم ان احنا نتفاهم مع بعض. كل شيء ممكن يصير بالكلمه الطيبه بالتعامل الزين وبالاحترام. السعاده عمرها ما تربط باشخاص. السعاده انت تلقينها، انت تخلقينها وتسوينها وين ما تكونين ومع من ما تكونين. بس انا بعطيكم مجال للسعاده، ففضوا في تويتر وانستغرام على هاشتاق بغثة، شرحوا معاناتكم. ايش رايكم بغثة شباب وبنات؟ لكم الكلمه. تكبر تصير بغثة بعد؟ ها؟ لا لا. مع الله يبارك فيكم، مشكورين اللي هنوني بمناسبة ان ريلي غير جاكيته اليوم على حسب الموسم. الحين راح تشوفون هذا لسنة. في ناس عندها بغثة وفي ناس عندها بعسل، مو كل الريايل يغثون. في ريايل عسل على القلب. انا ريلي على حسب المواسم، يعني على حسب المزاج، احيانا كذي واحيانا كذي. صالح من دواني الشعلان بالكويت طلب مني وصفة لموش عشان نفيد المغتربين. عدل قوبي؟ عدل. خلاص باكر إن شاء الله رجعت الديرة من غير شر. أسوي لكم ذاك لموش لا طيب خاطركم فيه. خوش دكتور بالجامعة ويعزم على لموش، شو رايكم؟ خوش. ليمونة. ليمونة. Good night بابوسي.